السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل واسباب مشكله نفاض او استنزاف شحن الباور بانك بسرعه، وايضا مشكله وحلول ان البطاريه او الباور بانك يحتاج وقت طويل حتى تشحنه كامل 100%. راح بعطيك الأسباب والحلول لهذا المشكلة وحوضح لكم كل شيء في هذا الفيديو، حتى ما أطول عليكم في الفيديو نروح للشرح. أوكي يا شباب، الحل أو الأسباب أو السبب الأول نفاض بطارية باور بانك. من أهم أسباب تلف بطارية باور بانك هو تآكله مع مرور الوقت. يعني شيء معروف ان يتراجع اداء البطاريه عند استخدامك للباور بانك لفتره طويله، ويعني استخدامك الكثير يقلل من عمره الافتراضي، يعني طبيعي اوكي. ولكن للتقليل اثار نفاض البطاريه او تلف بطاريه الباور بانك، هو انك لما تشحنه مثلا، الحين شوف الشاحن 100%، شوفوا 25% 25% 50 25% 75 و 25% 100 كلها 25 يساوي 100% الشحن. لما تضغط هنا راح يتولع الأربع، يعني الحين الجهاز مشحون 100%. دائما حتى تقلل من آثار نفاض البطارية أو تلف بطارية الباور بانك، لا دائما لما لا تخليه يستنزف إلى أقل من خمسة، يعني لا تخليه يستنزف البطارية الباور بانك كاملة، دائما خليه 25% 50% دائما اشحنه. أول ما يوصل 25% أو 50% اشحنه، لا تخلي ينزف البطارية الباور بانك بشكل كامل، لأنه راح يقلل أدائه وراح يتلف البطارية. وهذا هو يا شباب حل ويعني تقليل آثار استنزاف ومشكلة تلف بطارية الباور بانك. أوكي، دائما خلي 25% أو 50% وحط الجهاز بالشاحن حتى يشحنه. بعد ما يصير 100% أو 75% استخرجه من الشاحن واشحن أي جهاز بإمكانك أنك تحافظ على أداء البطارية الباور بانك. وبس يا شباب نروح للحل أو الأسباب الثانية. فهي أوكي يا شباب، الرقم 2 هو استخدام الخاطئ للباور بانك. أوكي، أنت أكيد تستخدم باور بانك بالشكل خاطئ ويقلل من أدائي. كيف يعني؟ يعني أنك أنت تترك الباور بانك في الشاحن يشحن الباور بانك على مدار ساعة طويلة، فبهذه الطريقة راح يتلف البطارية، لأنه راح يكون في ضغط على البطارية وراح يتلف البطارية، راح يقلل أدائه. دائما حاول أنك تشحنه 90% أو وصول أول ما يخلص يصير 100% لازم تخرجه من الشاحن، حتى ما يكون في ضغط أكبر للبطارية ويتلف البطارية الجهاز. أوكي، والناس ما قلتكم في الحل الأول، أسباب الأول، أول شيء إذا وصل 20% أو 50% حطه في الشاحن. أوكي، ثاني شيء إنك إذا وصلت 75% أو 100% على طول اخرج استخرج، يعني افصل الشاحن بالباور بانك حتى ما يشحن زيادة ويتلف البطارية. هذا هو الحل أو الأسباب الثانية يؤدي إلى تلف بطارية الباور بانك ويستنزف البطارية الباور بانك بسرعة،
وحل هذا المشكلة. نروح للحل أو الأسباب الثانية. فاير أوكي يا شباب، الحل أو السبب الثالث لتفريغ البطارية بسرعة وتلف بطارية الباور بانك هو ارتفاع درجة حرارة الجهاز. أوكي، أكيد أنت لما تشحن أو تحط الباور بانك في مكان داخل السيارة في شمس في حرارة أو بجوار مدفع دفء، أوكي، راح يكون الجو حار، راح يأثر على عمر البطارية الافتراضي للباور بانك. أوكي، وعامل آخر إنه يسبب ارتفاع درجة الباور بانك هو إنك تشحن عدة أجهزة في نفس الوقت. دائما اشحن جهاز واحد، لا تشحن جهازين ثلاثة أربعة أجهزة في وقت واحد، لأنه يؤدي ارتفاع درجة حرارة الباور بانك ويقلل من أدائه وراح يتلف البطارية ويقلل من عمره. ودائما لما تشحن البطارية الباور بانك أوكي حطه في مكان بارد وبعيد عن الشمس أو الحرارة، وحتى يزيد من عمره وتحافظ على صحة البطارية الباور بانك. هذا هو سبب آخر مهم لازم ترعي. وبس يا شباب نروح للحل أو الأسباب الرابع. أوكي يا شباب، الحل والأسباب الرابع لحل مشكلة استنزاف وتلف بطارية الباور بانك هو استخدامك لكابلات رديئة الجودة وغير مناسبة للباور بانك. لما تشحن الجهاز دائما استخدم كابل يعني مثل هذا جودة عالية ومناسبة للباور بانك، لأن استخدام كابل مش مناسب راح يتلف البطارية، وحتى الشواحن السريعة اللي يشحن بسرعة الباور بانك هذا سبب رئيسي لتلف بطارية. دائما حاول انك تستخدم الكابل الباور بانك المناسب للجهاز حتى تزيد من عمره، حتى ما تحافظ على صحة البطارية الباور بانك وتزيد من عمره. هذا هو الحل الرابع. نروح للحل أو السبب الخامس. أوكي يا شباب، حل الخامس لاستنزاف شحن الباور بانك بالشكل مفاجئ هو وجود استنزاف مخفي للبطارية. يعني بعض البنوك بنوك الطاقة أو الباور بانك يكون في مصابيح لايت يعني مصباح قوية حتى تضيء الطريق. هذا المصابيح عند عدم استخدام لا تشغله لأن راح يتلف البطارية، يعني يحتاج قوة كبيرة. وأيضا أوصيك أنك إذا تخطط أنك تحط الباور بانك وعدم استخدامه لفترة طويلة أنك تشحنه 50%، لأن إذا شحنته 100% وما استخدمته لفترة طويلة وراح تقلل من عمر الإنتاجية للبطارية. أهم شيء يا شباب حاول لما أنت ما تستخدم الباور بانك حاول أنت تشحنه 50% حتى تحافظ على أداء البطارية وتزيد من عمر الإنتاجية. دائما إذا شحنت 100% استخدمه لين ما يصير 50%، وحط مش مشكلة لفترة طويلة لا تستخدمه، بس المهم يكون 50% حتى تزيد من عمره. هذا هو السبب أو الحل الخامس. نروح للحل السادس. أوكي شباب، الحل أو السبب السادس هو شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. عندك مثلا آيفون، عندك جهاز ثاني تريد تشحنه أجهزة متعددة تشحنه بالجهاز باور بانك واحد، هذا يقلل من أدائه. أوكي، طبعا أفضل شيء أنك تشتري إذا تريد عندك أجهزة متعددة وتريد تشحن بالباور بانك، أفضل شيء أنك تشتري باور بانك ذات سعة إخراج عالي. أوكي، أما البنوك الطاقة ذات سعة صغيرة
ما أنصحك أنك تشحن أجهزة متعددة، لأن راح يتلف البطارية، راح يقلل من أدائه، راح يستنزف البطارية الباور بانك بشكل مفاجئ، أو راح يعطل الباور بانك. هذا هو السبب السادس. نروح للحل أو السبب السابع. أوكي يا شباب، الحل أو السبب الثامن هو أنك تشحن الأجهزة ذات طاقة عالية. أوكي، طبعا عادة البنوك أو الباور بانك كلها مخصصة ومناسبة لشحن مثل أجهزة السماعة الرأس، مثل سماعة البلوتوث والهواتف، وتشغيل الأجهزة منخفضة الاستهلاك. أوكي، تقدر تشحنها بالباور بانك، ولكن إذا جيت تشحن مثلا اللابتوب بالباور بانك، أو مكبرات الصوت، أو أجهزة اللابتوب، الآيباد، تابلت، تشحنها بالباور بانك. هذا الأجهزة يحتاج قوة كبيرة في وقت قصير، ولذلك راح يتلف البطارية ويقلل من جودة البطارية، وراح تلاحظ مع مرور الوقت استنزاف البطارية الباور بانك بشكل مفاجئ، وأيضا لما تحطه في الشحن راح يشحن ببطء وراح يستنزف البطارية بسرعة. هذا حل أو سبب ثامن جدا مهم. أوكي، نروح للحل أو السبب التاسع. فيلا أوكي يا شباب، الحل والسبب التاسع للباور بانك هو تلف بطارية باور بانك، هو أن الباور بانك يمكن يكون مقلد. يعني دائما لما تشتري باور بانك حاول أن تشتري من علامة تجارية مرموقة عالية، مثل الهواوي وسامسونج وغيره من الشركات المعروفة. يعني على الباور بانك الغير معروف اكيد ميد ان تشاينا، مع مرور الوقت يعني راح يستنزف بسرعه، وراح تلاحظ ان البطاريه صار في طلف، ما يشحن بسرعه، ومشكله في البطاريه. اوكي، ودائما لما تشتري باور بانك اقرا الدليل الشامل للباور بانك حتى تلبي احتياجاتك، مثل إذا كنت عندك جهاز آيفون أو جهاز لوحي أو جهاز آيباد تريد تشحنه بالباور بانك، لازم تشوف الإرشادات إن الجهاز يدعم هذا الأجهزة أو لا. هذا هو سبب تاسع جدا مهم لازم تراعي. أوكي، نروح للسبب العاشر. أوكي يا شباب، الحل أو السبب العاشر، دائما لما تشتري باور بانك جديد لازم تشحنه أقل شيء 8 ساعات، لأن خاصة إذا كان من نوع ليثيوم أو ليثيوم إيون أو ليثيوم بوليمر، فهذا المواد لازم يكون يحتاج الشحن لفوق الأولى طويلة، يعني 8 ساعات أقل شيء، حتى يكون الشحن 100% ويكون السعة يضبط السعة الخاص به ويدوم وحتى ما يتلف البطارية. هذا هو أسباب، طبعا في أسباب أخرى راح بتحصل الشرح في الديسكريبشن، ادخل الديسكريبشن واقرأ الموضوع كاملة، في معلومات أخرى لاستنزاف البطارية بسرعة واستنزاف بشكل مفاجئ وتلف بطارية الباور بانك، كل شيء راح بتحصله في الديسكريبشن. ادخل اقرأ التدوينة كاملة حتى تستفيد و تحل مشكلة الباور بانك. وبس يا شباب، إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.